انا نعطيك غير اكزومبل بسيط، حضرت الماتش ديال القصر الكبير مع العريش، يعني مشيت نشوف المباراه ديال الهوات، الجمهور تقريبا ما يناهز واحد 5000 ولا 6000 ديال الجماهير في واحد الملعب. نقول لك يعني اش نقول لك، ملعب يعني عنده المساحه، عنده كل شيء، ولكن ما كاينش الملعب. هاد الانديه هادو اشنو داروا كورقه ضاغطه داخل المجالس باش يصلحوا الملعب؟ كيتسناو مثلا تجيك الوزاره ولا يجيك واحد المؤسسه خارجيه هي اللي تلم لك الهم الداخلي. وعلاش ما يكونش نقاش داخلي في هذاك المجلس ويدار سانتيتيك ويدار واحد الملعب وعنده الطواليط وعندك هنا وعندك هنا باش ترفع من المستوى؟ اذا النقاش ما كيناقشوش داخليا. انا ما كرهتش المجالس هذو باش تعطي الفلوس للفراقي، تبني لهم بنيه تحتيه، ما تعطي حتى الفرقه الفلوس. اللي بغى يزيد يسير كره كيقول لك سيرها من جيبي، يزيد يسير، ولكن دير البنيه التحتيه، ما تضيعش فلوس يعني في الخاوي. الان ملي كنشوفوا بها انا عطات الفلوس وما عندكش ملاعب، وفين غادي؟ الله ما بقى نشطر في المدينه ديالي في سانتيتيك كل عام ما يتهرس وما يدارش وما بقاش نعطي فلوسي في الخاوي.